مجموعة من الشبيحة تم إلقاء القبض عليهم في منطقة معارض مصريين عن طريق فرقة سليمان المقاتلة التابعة للجيش الحر 15/12/2011. اسمك؟ حمد لنني من حلب. منين حلب؟ من الفيض. منين؟ من منطقة الفيض. منطقة الفيض. شو كانت مهمتك؟ شبيح في معارض مصريين. مين كان قادك المباشر؟ عبد الغني القصاب. عبد الغني القصاب مع مين كان علاقته؟ علاقته مع العميد نوفل وحسن نصر الله ومقتدى السطر. شو الإمدادات اللي كانت تجيهم؟ كل شيء، كل شيء، رشاشات وروسيات وكل شيء. قديش كنت قاضي أجر اليومي؟ 500. قديش؟ 500. من مين تقبض 500 هاي؟ من ناس هونيك. مقابل شو؟ مقابل ضرب المتظاهرين بصدورهم ورؤوسهم. اسمك؟ عبد الله قصاب من معارض مصريين. شبيح لقمع المظاهرات، وكان تابع لعبد الغني القصاب الذي مربوط مع نوفل، عميد نوفل. الامدادات اللي كانت تجيهم منين؟ الامدادات عبد الغني القصاب. نعم. ومقتدى الصدر. الاجر اللي كان تقبضه 500 ليره. مقابل شو؟ مقابل ضرب المتظاهرين في الراس والصدر. الاسلحه اللي كانت تجيهم أو تسلحوا فيها، منين كانت تجيكم؟ من حزب الله. حزب الله؟ نعم. إيران. إيران. راسك. اسمك؟ ياسر المصغور. حلب، سيف الدولة. مهمتي كانت شبيح بمعارض مصريين. نعم. بتقاضى الأجر، بتلقى الدعم من العميد نوفل، مقتدى الصدر وحسن نصر الله. قديش كنت قاضى بالأجر اليومي؟ 600 ليرة. مقابل شو؟ مقابل قتل المتظاهرين السلميين. الأسلحة اللي كانت تجيكم من مين تجيكم الأسلحة؟ اللي سلحتوا فيها؟ من حزب الله. حزب الله؟ نعم. وأثناء ما كنتوا بالمزرعة؟ نعم. مين من قبل مين تم إلقاء القبض عليكم؟ من الجيش الحر. كان عليهم رباط أبيض مكتوب عليه فرقة سليمان المقاتلة. ومعلمكم عبد الغني قصاب لمين تابع؟ العميد نوفل. العميد نوفل. نوفل. اسمك؟ احمد الرئيس. من وين؟ من حلب. شو كانت مهمتك يا؟ انا شبيح بمعارض مصريين. معارض مصريين؟ تابع للشيخ عبد الغني القصاب. الشيخ عبد الغني القصاب لمين تابع؟ لنوفل. مين هذا نوفل؟ العميد نوفل، رئيس الامن العسكري بادلب. قديش كنت قاضي بالاجر اليومي؟ 700 ليرة. مقابل شو؟ انه نضرب على المتظاهرين رؤوسهم وصدرهم. نعم. والاسلحه اللي كانت تجيكم من مين تجيكم الاسلحه؟ من حزب الله ومقتدى الصدر. عندما تم اعتقالكم من قبل مين تم اعتقالكم؟ من جيش الحر. كان محطوط على راسهم سليمان المقاتل، فرقه سليمان المقاتله. اسمي سعد كرزون من حلب. مهمتي شبيح. كنت اقبض 500 ليرة. اسمي محمد طاووس من حلب طريق الباب. مهمتي شبيح. كنت اخذ 800 ليرة. احمد بطا من حلب. شبيح 500 ليرة. احمد الحسن من حلب. شبيح باخذ 700 ليرة. شعبان نجار من معارض مصريين. اخذ 1000 ليرة. عمر حداد من حلب. اخذ 1500. مهمتي شبيح في حلب. علي بطا. مهمتي شبيح. اخذ 900 ليرة. كنت من حلب. خالد ملاش حمام. شبيح 700 ليرة. رامه روسي شبيح. اخذ 1500. من حلب الجلوم.
وكلياتكم لمين تابعين؟ أنا الصابر.